يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله: وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. قال شارح الكتاب: وهو حق الآدمي دون حق الله تعالى. سبق هذا، الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي هو حقوق الآدميين، حقوق الآدميين كالديون وغيرها. أما حق، لأن حقوق الآدميين مبناها على المشاحة والمطالبة، لا في حق الله، لأن مبناه على المسامحة والستر. فلا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من حقوق الله. كذلك الشهادة على الشهادة تقبل فيما في حقوق الآدميين، ليست على حقوق الله، لأن حقوق الله مبناها على المسامحة والستر. نعم. يقول حفظك الله، قال: دون حق الله تعالى، لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهة. سؤاله يقول: هل الشهادة على الشهادة فيها شبهة؟ نعم. لا، ما هو يقول شبهة، يقول لأن حقوق الله تدرى بالشبهة، تدرى بالشبهة، فلا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. نعم.